النهارده فيديو حلو قوي وجميل قوي، لان انا خلاص خضعت رغبه الناس. بعنا الهنري اشترينا حد تاني، وبعت مودريتش واشتريت حد تاني. يعني انا بعت هنري واشتريت حد تاني، وبعت مودريتش واشتريت حد تاني. اشتريت مين بقى؟ اهو بقى جمدان بقى، تمام. بس هل هنري وحش وهل رافائيل لياو احسن من هنري؟ لا يا جدعان، هنري حلو وهنري احسن من رافائيل لياو. بس الفكره كلها ان انا اشتريت رافائيل لياو عشان رافائيل لياو بيلعب ال ام. انا عايز ارجع للخطه الثانيه، حوار ان احنا كده بنلعب ب 4 2 4 الهجوميه اللي الدنيا مفتحه. هي التشكيله بالله وكيل خلتنا نوصل بطل فيفا 2، واحنا ما كناش عارفين نعدي بطل فيفا 1 وكنا تعبانين. بس بشكل عام يعني ايه عشان رافائيل لياو بيلعب ال ام فجبته، انما هنري ما كانش بيلعب ال ام. انما هنري لو كان بيلعب ال ام انا كنت مستمر على زي ما هو، وكان الكارت حلو وما كانش وحش. وده توضيح حبيت اقوله للناس عشان خاطر ما الاقيش في الكومنتات في خناقات وفي دنيا بتاع. هل رافائيل لياو برضه وحش؟ لا مش وحش، بس احنا النهارده هنجربه بقى ونلعب بيه ونولع بيه الحكه، نشوف ايه دنيته. انا كنت عايز اجل خلد للفيديو اللي جاي، بس لا، طالما احنا اشتريناه بنخليهم كلهم في فيديو واحد، والفيديو اللي جاي كده نبقى نركز على خلد كده لوحده، نشوف ايه دنيته وايه الحلويات بتاعته والنظام بتاعه. المهم احنا هنطور الاثنين وهنلعب بيهم وهنولع بيهم الحكه. طب اللي مش عاملين لايك اعمل لايك، اللي مش مشترك في القناه قد يشترك. عايز الفيديو ده يا جدعان يوصل 500 لايك، معلش لازم الفيديو ده يوصل 500 لايك يا جدعان. انا والله مولع فيه الكلام ومظبط فيه الدنيا ومجهز لكم تدريبات ومجهز كل حاجه. نحط الخوليد، الخوليد مش راضي ينزل عشان خاطر في خوليد تاني معانا. خلاص ماشي، يلا ونحط الرافائيل لياو وهنزله هنا. اطلع يا باشا لكول، حط رافائيل لياو مكانه. وصلنا اوفر 105، فهذا لا يسمى بالرقان يا صديقي. يلا بينا، عايزين نحط اللعيبه اللي هي ايه الصفرة اللي انا مطورها عشان خاطر نطور بيها سريع. حط يا باشا اللاعب الاولاني، وحط يا باشا اللاعب الثاني، يعني نقول منهم الرانكات وبعد كده نرجع التشكيله زي ما هي. مش هينفع نحط لاعب هو خلصانه. طيب في حد منهم هياخد 30 رانك صافي؟ يعني عارفين اللي هو انت هتاخد 30 رانك زي ما قال الكتاب، فهل هنديها لرافائيل لياو ولا هنديها لخلد؟ انا شايف ان الاصلح ان احنا نرديها لرافائيل لياو. طب انا بقى ليه بعت مودريتش؟ معلش انا ببرغ كتير والله. ليه يا جدعان انا بعت مودريتش واشتريت خلد؟ لان خلد يا جدعان هو بيلعب سي دي ام، انا عايز معايا سي امات تلعب سي دي ام، بحيث ان انا لما اغير التشكيله الدنيا بتاعتي تظبط. فاهمين انا بتكلم في ايه ولا ايه؟ نفهم مع بعض وهنولع الحكايه سوا وهنشوف. اعمل لايك يا اسطى، اعمل لايك يا اسطى وسلم 500 لايك يا جدعان. معلش ادوس الزرار واحنا عددنا كبير بنتفرج على الفيديو، فهي 500 لايك بس فقط عشان الفيديو يعلى عشان اعرف استمر في هذا المحتوى. طيب ماشي، يعني خلاص انا هدي رافائيل لياو بصراحه ربنا 30 رانك كلهم. بصوا هنديله ال 30 رانك كلهم صافي بلا استثناء، هيزيد 30 رانك وهيبقى الجمدان بتاعه حلو. والله يا عم رافائيل لياو ابلع ال 30 رانك دول، وبسرعته 144 من غير تطوير لسه هنطوره يا حبيب اخوك. بس نشوف بس في الاول كده خلد انظمه برضه. خلد عايزين نطوره يعني، ان شاء الله هنقفل ال 30 رانك للاثنين النهارده عشان نجربهم ونلعب بيهم بقى شويه في الديفيجن كده نشوف ايه دنيته. يلا هندي 27 رنكايه دول للخليد. اخلص يا عم الخليد، خلصانه يابا. طيب نخش عند رافائيل لياو الاول كده، نزود له نقاط المهاره. طبعا نقاط المهاره يبقى زود له المهاره البرعه ومنشئ الثغرات، وبعديها واحده مراوغه. هيلعب اس تي وهيلعب ال ام، ويا رب يا رب سرعته تبقى جامده. سرعته جامده 156 سرعه، ده جمدان. 127 تسديد، شغال. 148 مراوغه، البدني او 100 يعني الدنيا بتاعتك تظبط يابا اكتر. وما كنتش ندمت ان انا ما جبتش الواد كان اسمه ويليامز، يعني انا بفكر بعد فتره اطور واجيب ويليامز. طيب عم الخليد، عم الخليد عايزين بقى ايه؟ في حاجات عايزين ننقل منها تدريب. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا هننقل منها تدريب، هننقل تدريبات من خليد القديم الصغير، يعني ما فاهم ننقل كده الحاجات. هتبقى 28 رانك ال 14 رانك دول، بس احنا محتاجين نقاط نقل. طيب تعال، اشتريت نقاط نقل تدريب، ويلا بينا يا عم الخليد للخليد. ندي الخليد الصغير للخليد الكبير، وهيبقى 28 لسه. تلاتينات عايزين نكمله تلاتينات بصراحه. فانا هنقل بقى من كيوت. الواد كيوت حلو وكل حاجة، بس انا افضل ان انا نقول من كيوت عشان خاطر انا ما عنديش حاجه تاني. عايزين نمركز، اهم حاجه نمركز دول، وبعد كده نطور كيوت تاني عادي. ما كده كده كيوت ده تبديلات معانا، فيعني ايه نظبط الحكه كده. زيد يا باشا 30 رانك، يا رب الدنيا بتاعتك تسلك بس وتبقى لطيفه. تمام، هنروح عامل له التفاصيل، نديله نقاط المهاره. نقاط المهاره نروح نزود له طبعا الدفاع، ولاعب وسط يستخلص الكره، وواحده بدني. هيبقى مطرشم اكتر لاعب يقدر يلعب في كل حته. تلاقيه بيلعب سي اف، بيلعب سي بي، بيلعب سي دي ام، بيلعب في ميسي. يعني لو عايز يلعب في ميسي هيلعب في ميسي، عايز يلعب في كريستيانو عشان الناس ما تزعلش يلعب في كريستيانو براحته. طيب السرعه بتاعت 121، تسديد 114، الدفاع 120. مش عارف، قشطه، بس اهم حاجه عنده مراوغ سريع ومرتفع. مش دي التشكيله بقى اللي احنا هنلعب بيها، دي التشكيله الاساسيه بتاعتنا. وبيت اوفر 105 احنا هنلعب بتشكيله ثانيه.
دي التشكيلة يا باشا اللي احنا هنلعب بيها. فيلا بينا كده نحط رافائيل لياو في مركزه الخاص، ونحط الخوليد في مركزه الخاص، وننزل الواد كيوت كده كنوع من انواع التبديلات مثلا ولا حاجة. تمام، انا هشوف بس فرناندو توريس هل هو محطوط على وضع عدلة رجله؟ لا مش محطوط على عدلة رجله، يبقى نظبطه على عدلة رجله التانية. دي التشكيلة اللي احنا هنلعب بيها واللي احنا عايزين نخش نجربها. هل فييرا محطوط على عدلة رجله؟ محطوط على عدلة رجله، والخوليد محطوط على عدلة كده 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 خوليد 5 5 فقشطة. فعايزين نخش بقى، يعني اتمنى بقى نظبط الدنيا. طب حبيب اخوك هنبدا اول مباراه نلعبها، بس انت هتعمل لايك، اعمل لايك كده وانت معايا كده، ولع معايا الحكايه، لو مش مشترك في القناه اشترك وزق معايا الدنيا. يلا بينا يلا. طيب داخلين ضد واد مليون 79 تقريبا، هتبص تروح تلاقي تشكيلتنا بلعت نيرف، وهتلاقي خولد مش شغال، ورافائيل لياو مش شغال، وفنان توريس مش شغال، وهتلاقي نفسنا خسرنا كده 13000. ربنا يستر حبيب اخوك عشان ايه الدنيا الواحده قرفان من اللعبه. يا لهوي، ايساك اللي اداك، وداني اولمو، وكرويف، وفييرا. يا عم ماشي يا عم، خلصانه يا عم. ارنولد بيزيد. ندي لصلاح، صلاح والدموع. يدي لارنولد تاني، يدي الخوليد، الخوليد الجديد. ايه الفرناندو توريس يخرب بق، ليه كده كنت عايز اديك يخرب بيتك، خليت نتن. يلا صلاح يدي الظاهره، صلاح يدي الظايره يرضي الفرناندو توريس يخرب بيتك يا تصد. طب اقفل يا اسمك ايه انت، امسك. مفتوحه له قوي، ده انتوا ايه؟ عاش يا تشيك، ماشي. انتهى الشوط الاولاني بصفر صفر كده على الرايق، ان شاء الله نأدي حلو ويكون ادائنا احسن من كده. جايه له على طبق من فضه بصراحه. لا يا باولو توكو، كاروس ده عمل رجله كده لوحده يا جدعان، ولها الكره جت. يلا يا توريس انجز يا توريس، عاش، الله ينور. طيب يا جدعان احنا هنحط صلاح بكان توريس، تمام، وننزل الواد الكيوت ده، فان شاء الله الدنيا تمام. خلص. لا يا جدعان، والله العظيم يا حكم حرام، اقسم بالله ده انا اتشنجلت يا جدعان، والله العظيم كانت داخله هدف، شنجلني اقسم بالله. بس كويس ان احنا اتعادلنا مع الواد ده، علشان خاطر الواد ده لو كان خسرني كان هياخد مني رقم. طب يا جدعان يعني ايه، خدنا 1000 خلصانه. نلبس اللبس الغريب ده نشوف ايه نظامه. لا لبس وحش، فبصراحه ربنا هغيره. طب يا جدعان يلا بينا كده نلعب باللبس ده، تقريبا اللبس ده يعني الى حد ما كويس. لا شكله رايق والله، لا شكله رايق اللبس ده، فشكلنا نستمر على فتره. يلا بينا نخش نرزع المباراه الثانيه في الفيديو، نشوف ايه النظام بتاعها. داخلين ضد واحد بيشتم الهكات، فده شكله رجوله وشكله مش هاك، واوفر 107 107 107، فده شكله فاهم شاري اللعبه، يعني ده شكله شاري اللعبه. ليه كده فيفا دلوقتي يعني فاهم؟ ده شكله شاري اللعبه فعلا، يعني شكله مش متجوز وقرر يشتري تشكيل. زي ما احنا قلنا بالظبط، مع مبابي، مع اوسيمين، مع بيتي، مع كل ما تشتهي الانفس، مع كل حاجه يعني فاهم. انت عايز اي لاعب يا حبيب اخوك هتلاقيه عنده. قفل يا نهار اسود، ايه يا معلم ده معلم. استور، الحمد لله. ينتهي الشوط الاولاني بصفر صفر، بس انا حاسس ان انا بلعب ضد ابن صاحب اللعبه بجد، يعني ده ابن صاحب اللعبه فاهم، شايل له تشكيله كده مختارها مش فاهم، ده ابن صاحب اللعبه مش هيختارهم كده يا جدع. طلع اوسيمين ونزل رونالدو الظاهره، اعلى نسخه اللي هي اوفر 106، ده فاهمين احنا بنتكلم في ليفل عامل ازاي؟ يلا رافائيل ياو اعمل اي حاجه رافائيل ياو. طيب انتهت المباراه بصفر صفر، يعني المباراه كانت كلها في خط النص تقريبا ولا ايه مش فاهم، وابن صاحب اللعبه ده فاهم ما بيعرفش يلعب، بس مع تشكيله حلو، بس هي كانت في خط النص فاهم، كانت متحوره على خط النص بس مش اكتر، مش مباراه مش حلوه بصراحه. طيب يا جدعان يلا بينا كده نخش واحده كده ونشوف الدنيا بتاعت. اعمل لايك يا اسطى، اعمل لايك يا اسطى، عشان انت مش عامل لايك يا اسطى مش مولع معايا الحكايه، اعمل لايك يا اسطى، مستحيل لازم نعمل لايك معايا. داخلين ضد واحد اسمه تشيلسي معاه 1,067,000، يعني زينا بالظبط، اوفر 104 103 103، معاه رونالدو الظاهره ومعاه صلاح ومعاه يعني بيلعب خولد، معاه مالديني، معاه شويه لعيبه حلوه قوي. توريس على طول يخرب بيتك يا التوريس، جامد. هو ده عمال عليا هجوم اصلا، هو ده عمال عليا هجوم. يلا يا رافائيل ياو، يلا اجري اجري يا رافائيل ياو، اجري 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 اجري، يخرب بيتك، كانت جايه خلاص، كانت جايه. يا صاحبي انا بشوت بقالي فتره، بس كويس انها اتصدت، بس شوت.
طيب ينتهي الشوط الاولاني ب1-0، ادائنا حلو قوي بس التوفيق كده ما جاش يعني، فاهم؟ التوفيق مش معانا لان في اهداف كتير كانوا المفروض نجيبها ما جبناهاش. ايه يا اسطى، ايه يا اسطى مالديني، مالك يا مالديني؟ انت كده هتجيب فيه هدف يا مالديني، حرام عليك. دخلت مالديني موت يا جدعان. خش يا صليبة حرام. الحمد لله اتسطرت، الحمد لله اتسطرت، ولا كانت خلاص داخله. تعال ورايا يا مالديني، تعال ورايا، تعال ورايا، عايز ابدل لعيبه يا جدعان، عايز اخلي صلاح سترايكر، عايزين نخلي صلاح سترايكر ومش عارفين. ماشي. يخرب بيتك يا الفيرا، الحمد لله جت جامد والله. نخلي بقى صلاح سترايكر ولا نخلي بعد كده بننزل فرناندو توريس، نظبط التشكيله. تعال انت كده يا عم عشان تبقى العدد لك. طيب يا جدعان انتهت المباراه ب2-0 على رأي، الحمد لله ان احنا فزنا، كان اداء حلو، كانت مباراه حلوه احلى بكتير من المباراه اللي فاتت. خدنا 10,000 كاس حلوين قوي، بقينا 1,075,000، فده جمدان والله. طب يا رجال هنا بقى ايه، نبدا بقى الجمدان بتاعنا ونبدا الحلقات بتاعتنا اللي احنا بنحبها، ان احنا نبدا نلعب مباريات بدون مونتاج، تشوف فيها براحتك، تشوف فيها اللاعب اللي انت عايزه انا بلعب بيه، تقيمه انت فاهم، وانا برضو بقول لك هل هو حلو هل هو وحش، وبنشوف مع بعض خط نص خط هجوم، يعني الدنيا حلوه مش متمنتجه، اللي هو بتشوف الدنيا عامله ازاي، الاداء عامل ازاي. دخلنا زود 1,146,000 تمام خلاص، اوفر 98 في الوسط و101 في الدفاع و102 في الهجوم فاهم. فقشطه هنرزع الكلام وهنولع الحكايه سوا. فرناندو توريس يا جدعان جبار صراحه ربنا، يعني مهاجم حلو، وحشته في انه الار 2 بيعملها في وقت، يعني انا خدت بالي منه، انه مره عملها مره تانية عملها، اللي هو ايه يا عم فرناندو، ايه يا عم فرناندو توريس. يلا بينا كده عايزين ننادي، هو الار 2 بتاعته بس هي اللي بتتعمل في وقت فاهم، شوتات سريع. المهاجم جبار قوي يا جدعان، فرناندو توريس ده يا جدعان مهاجم، مهاجم زي ما قال الكتاب حرفيا. يلا يلا بينا، عاش يا صلاح والله ان انت ضربت الواد ده كده. يلا بينا، احنا داخلين نعرق، داخلين نعرق، بس مالدين ابن اللذينه مش هيخلينا نعرق. الواد معاه الحارس اللي انا بكرهه يا جدعان، حارس الله على الطويل فشخ اللي بيعفرطني، ايه اللي بيعفرطني يا جدعان؟ ماشي انت مقفل اشلي كول ولا ايه الدنيا؟ ايه الدنيا يا اشلي كول؟ بس الواد طلعها بره يا اشلي كول، انت الواد ضحك عليك، ايه ده الواد هيعمل عليا لقطه، الواد هيعمل علينا لقطه بنت كلب. بس خلاص جاب هدف، جاب هدف وهدف حلو كمان، جاب هدف وهدف حلو كمان، وبتحرك حلو واشلي كول ابن اللذين. ماشي 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 يا عم، خلصانه يا عم، حلو صراحة ده هدف حلو بصراحة بالظاهرة. تعالى يا معلم تعالى، يلا بينا. على فكرة التحديث الجديد يا جدعان ما ينفعش تعمل مهارة غير وانت متأكد منها بجد، يعني ما تعملش اي مهارة في الدنيا غير وانت متأكد انك انت هتعدي بجد والله العظيم. جو انت تعمل مهارات على الفاضي مالوش اي تلاتة لازمة، خلاص مالوش اي تلاتة، وخصوصا بقى في بص شايف، شايف الغباء بقى بتاع اللعبة فاهم، مفيش ولا مهاجم معايا، عايز اخش. طيب عايز اخش، شايف الواد مقفل عليا خالص بسيو، عايز اخش، الواد مقفل عليا بسيو بطريقه بشعه. خد الكره لينا، ايوه انا بديها لك هنا عشان تبقى بالظبط تخش على الجون على طول وتيجي علينا بمرتد بالظبط. الله ينور الله ينور، هي اللعبه عايزه تنزلنا وتعليه. خلصانه فيف، خلصانه فيف، الواد بيلعب حلو قوي على فكره، يعني الواد لعيب. يلا بينا، ماشي ما ماشي يا فرناندو، ماشي ماشي ماشي، يلا حلو حلو. يلا صلاح صلاح صلاح، اجري اجري اجري، ماشي. طب الكرة دي طلعت مننا ولا علينا ولا ايه الدنيا؟ يلا فيرا، ماشي، حارس طويل وبشع، حارس ده فاهمها ممكن يكفرنا الشوط الجاي. ماشي، بتاعت المباراة الأولى يعني 1-0، الشوط الأولاني 1-0، الواد بيلعب حلو قوي بصراحة ربنا يستحق، يعني فاهم جاب هدف حلو خالص بالظاهرة، بس إن شاء الله إحنا هنعوض، إن شاء الله يعني نعوض، إن شاء الله نعوض كده وتبقى الدنيا بتاعتنا في اللذيذ منه، نلعب مباراة رايقة الدنيا بتاعتها حلو. يا اسطى إيه، طب ما تقفله كده، في إيه؟ الدفاع بيطلع ليه كده؟ في إيه؟ في إيه؟ عاش عاشلي كول، أخيرا اشتغلت يا اسطى. انت كده كده شغال حلو اصلا والله، ما بقولش عليك حاجه بس يعني، ايوه قفل كده بالظبط، ايوه بالظبط، الله ينور، ادي له الكوره بالظبط.
ايه البشاعة دي؟ تعالى كده نطلع الظاهرة. طيب وخلي الواد ابو الصلح هو اللي يخش. نطلع الظاهرة ونخلي الواد ابو الصلح هو اللي يخش. حلوة صلاح، حلوة صلاح والله، حلوة صلاح، حلوة صغيرة يا ابني. يا ابني كان ممكن تشوت من بدري، كان ممكن تشوت من بدري. استفزاز، مش عايز اخسر، عايز اعرق، عايز نعرق. طب ما يجيبش التاني، طيب ما يجيبش التاني حتى نخسر بواحد يا عم. هات الكورة بقى. عم مش قادر المدافع، المدافع مش قادر بصراحة. كفاية تعريق بقى. ماشي ماشي برضو. حلوة أرنولد، حلوة صلاح، حلوة صلاح، حلوة صلاح. ده جورج بيست اللي وراك ده، يعني مش هيعرف يدافع. مش ه... يا مالدين، بص بص، مفيش ولا واحد، ولا واحد معايا، ولا واحد معايا بصيل، ولا واحد، ولا واحد معايا من خط النص. ليه كده بس؟ ولا واحد معاه من خط النص. يلا ماشي. يخرب بيتك يا التوريس، يخرب بيتك يا التوريس، يخرب بيتك يا التوريس. يا بوي يا بوي يا بوي. غلطة الواد انه طلع الحارس، غلطة الواد انه طلع الحارس، هو اتوتر وراح مطلع الحارس. الحارس ده اصلا طويل، والحارس ده بشع يا جدعان. الحارس ده انا بنصح بيه حد يجيبه يا جدعان، هو حاجة سافيتش، هتلاقوه قارع كده وطويل قوي، طوله مترين وي. فيا جدعان يا نهار اسود بصراحة، ربنا مباراة حلوة 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 يا باشا بصراحة. يعني انت بتلعب كويس قوي يا اسطى، تشكيلتك حلوة قوي، بتعرف تستغلها كويس قوي، بتعرف تلعب بالزرع. فكويس كويس ان احنا طلعنا تعادل والله. لسه مبسوط، المباراة دي حلوة 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 بصراحة، عجبتني قوي عجبتني. شايفين الساعة كام يا جدعان؟ بصور الساعة 6 الصبح. فبشكل عام والله بيبقى غصب عني لما بقول لك ان انا هطلع لايف الساعة 11 وما بطلعش، فاهم انت؟ بقى بص عليا كده فاهم، وانا باكد عليكم والله وهظبط شغلي ان انا كل يوم اطلع لايفات، نبقى ثابتين في ميعاد معين. والله غصب عني، والله غصب عني. عارف ان الناس اللي بتحب تتفرج على الجيم ليه بقت متضايقه حتى من الفيديوهات اللي بتتمنتج، واللي هو عايز هادي يطلع كده يصور ساعه وينزلها، وبيحبوا وبيستمتعوا بكده. وكمان بدا وخلاص لما انا بدات امنتج غير ده يقولوا خلاص طب ادي ايه، عوضنا باللايفات وكده، وبدات اعوضكم يومين ثلاثه بعد كده قطعت. هنرجع تاني والله وهظبط الدنيا. كيت كينج مليون 81، ليه القرف ده؟ ليه القرف ده؟ ليه مدخلين ضد واحد مليون 81؟ ليه 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 ليه؟ ما ده لو فشخني هياخد رقم، هينزلني كل الحاجات اللي انا عمال بتعب فيها مع نفس الحارس اللي قرع. اللي ظبط ميعاد معين لللايفات نفضل نطلع فيه دايم كده مع بعض. بص تشكيلته حتى عامله ازاي، هيبلعنا نيرف وحاجه كده بشعه قوي يا جدعان والله. يعني هنبلع دلوقتي سكريبت محترم. انا لما اجمع خمسه مسكرانه هطور تشيك، ده انا قررت القرار ده يعني. خلاص انا هطور تشيك يا جدعان، هطور تشيك يبقى معانا 25 رانك، ده القرار ده انا مكرره. تمام تمام يا رجاله. يلا يا توريس يخرب بيتك. توريس 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 حبيبي، توريس توريس. بس الواد باريسي كويس يعني، مع باريسي وديكلان رايس. يا رب بس ما نجيبش هدف سهل يا رب، واهداف عقيمه بضان. عاش رافائيل الياو. طب انا انت دلوقتي يا رافائيل الياو قررت تلعب اللي بيبقى كان مكان الباشا ده؟ ايه ده، انا ما كانش قصدي كده خالص، كان قصدي صلاح والله، بس انا الاتجاه كان غلط، بس كان قصدي صلاح يعني. ركز يا عم هادي ركز، الخساره دي في بشعه. طب لو خسرت المباراه دي فاهم تنقص رقم كبير قوي. عرق حرق سكريبت بقى، عرق مش سكريبت، ما تعرقش فاهم، سكريبت مش سكريبت، عرق. ما تقفليش كده يا صاحبي. نرجع الكره ورا، مش قصدي لده خالص، انا قصدي اللي قال في النص. عاش ياض يا صليبه، عاش انك وقعته. ده كان هيعديني اقسم بالله بهنري، هنري المقايضه. الناس اللي سالتنا عن هنري المقايضه حلو ولا لا، حلو يا جدعان هنري المقايضه، هنري المقايضه حلو. قفل يلا ماشي خلاص. نرجع لورا، ارجع ورا، اقف هنا في الحته اللي ممكن يشوط فيها بالظبط. عاش صلاح، عاش ابو الصلح يخرب بيتك. ماشي
ماشي خليط. يلا يلا ماشي قفل على طول. قفل طب خش خش. ايه ده إيه اتشتت ازاي كده؟ معلش يعني هي اتشتت ولا اتباصت؟ مين اللي بصل للحارس؟ انا عايز اعرف يعني هو بصى وهو في الارض؟ ماركينيوس بصى وهو في الارض طيب ولا ايه اللي حصل؟ عايز افهم. الشوط الاولاني انتهى 0-0 على الرايق تمام. الشوط التاني كده عايزين نبدل وننزل الواد كيوت. الواد كيوت حلو حلو في الارم، بيدافع اكتر يعني، بيدافع اكتر ما بيهاجم وكويس يعني، ولو هاجم ما بيأثرش بصراحة. الواد كيوت حلو قوي، ناقص بس ندربه 25 رانك. قفل خش عليه بس. واد كومبارس ده يا جدعان مستنيه يتطور والله، يبقى اوفر 102 يا جدعان. انا مش قادر اصبر عليه. امتى هيتطور يا جدعان؟ بكتبولي في الكومنتات اللي وصل لحد اللحظه دي يرد عليا. حد عارف معلومات امتى هيتطور ولا مش هيتطور يا جدعان؟ ابيعه واجيب حد تاني، ما انا مش عايز اجيبه في الاخر اروح بصرح عليه يتطور فندم عليه. هيتطور هيبقى اوفر 102 امتى؟ ده انا صرفت عليه 9 مسكران، وعشان كلام الناس انا غلطان بصراحه، كان المفروض استناه يتطور وبعد كده اطوره. يلا حلو يا صلاح والله، بس الحارس ده طويل فشخ. ادي رافاليا ياو تاني شاطر. ايوه يلا آه، لو كانت وصلت للتوريس، لو كانت وصلت للتوريس كان زماننا فايزين. لا ما احنا مش هتيجي في الاخر كده ويعدي. معلش يعني ايوه بالظبط، يخرب بيت العطل. ايوه بالظبط، تيجي تدي له هدف بالظبط بالظبط، تدي له هدف في الاخر الدقيقه كده، فاول من اخر الدنيا يجيب هدف عادي جدا، ولا حتى ما اشوفش الفاول يعني، حتى انا ما اعرفش اعوض. بالظبط بالظبط ايوه، دي فيفا دي فيفا يا جدعان، دي فيفا. اديته ها بص، عملتها هجوم ولا حارق ولا واحد راضي يطلع. يلا توريس نبي اخمق بس. بالظبط دي فيفا يا جدعان، دي فيفا. اهداف مضمونه، اهداف مضمونه. لا تتصد تتعامل فاهم، هيجيب التاني دلوقتي عادي جدا خلاص. اصل انا فقدت الشغف بصراحه، بس خلاص بس خلاص، هو اللعبه مكرره خلاص فاهم، اللي هو خلاص هو الواد هيجيب هدفين دلوقتي وانت الدنيا بتاعتك هتبوظ، وحتى هدف التعادل مش هتجيبه. ماشي ماشي خلصانه خلصانه يا فيفا، خلصانه فيفا. اللي تشوفيه اللي تشوفيه اللي تشوفيه يا فيفا، والله العظيم قسما بالله الواد ملط، والله العظيم قسما بالله حرام حرام. انا متغاظ قوي متغاظ قوي من الهدف اللي جه بجد بجد اقسم بالله، والهدف اللي ضيعه فرناندو توريس يا جدعان يا جدعان، والهدف اللي جه فاول فاول خرا فاول خرا، انا ما اقصدوش اصلا. ابو امك لعبه، ابو امك لعبه، ابو امك لعبه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تمام تمام يا عم هادي، 14000 كاس، 14000 كاس، حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي لعبه وسخه، لعبه وسخه والله العظيم. فاول فاول بضان، فاول بضان فشخ يجي فينا كده ليه كده يا فيفا؟ ليه كده يا فيفا؟ تعالوا يا جدعان كده نتكلم شويه عن اللعيبه، نتكلم شويه عن اللعيبه كده ونشوف واقيمها لكم، عشان انتوا بتقولوا لي قايم كويس. طيب رافائيل لو حلو قوي، حلو قوي يا جدعان، سريع خفيف، بيطلع معاك في الهجوم بشكل حلو ومش وحش، بيرجع معاك في خط النص بشكل كويس. لو جات له كوره في خط النص ما تفتكرش ان ال 41 دفاع دي هو مش عارف يقطع الكوره، لا بيعرف يقطع الكوره بالبدن بتاعه، هو بيعرف يقطع الكوره كويس. تمام خلت كارت ده تحفه، حاسه احسن من هنري، حاسس بتاثيره قوي جوه الملعب. هو دايما كده كل خلوت خلت بتبقى بلع باف او بلع حاجه كده قويه، حاسه قوي جدا يعني. اللي معاه لعيبه 104، ما تشتريش كارت خط النص اللي بيلعب بسي ام او سي دي ام، تشتريش خط نص 104 او سي دي ام 104، تقدر تشتري خولد ده اوفر 102 احسن بكتير، هيكون احسن بكتير منهم، وفي نفس الوقت سعره مش غالي قوي يعني، سعره 200 مليون، ممكن تكون اسعار اللعبه الثانيه دي اغلى، وهو غالي يعني، هو مش غالي قوي، هو غالي فعلا. خولد كارت خولد حلو، بس انت بقول لك لو معاك كارت 104 بلاش تشتري كارت 104 واشتري خولد ده احسن، سواء عايز تلعب سي ام او سي دي ام هتلاقي الكارت ده بيأدي معاك احسن بكتير خالص منهم. تمام نقفل الفيديو ده على كده ونتقابل تاني بعدين، هروح افتح لايف كده العب شويه مع الشباب كده على الرايق يعني، الساعه 7 الصبح هفتح لايف متخيلين، بس انا بفتح الساعه 11 النهارده حبيب اخوك.
سلاموس.